İşgalci İsrail 3 kere evlerini yıktı ve vergi cezaları verdi. Ama onlar yerlerini Yahudi yerleşimcilere terk etmedi. İşte Ferah ailesinin yaşadıkları. وقدش من عيني برضي صامدة بأرضي رغم عندي غرفة بتهرهر كلها مية وبتدف مية برضي قاعدة وبعيني يعني أول وتاني وتالت هدينا أول مرة هديناها بإيدينا سنة 2013 أو 12 تاني مرة أجوا هم هدوها بال 2018 هم هدوا تالت مرة برضو كمان مرة 2020 برضو خلونا نهدي بإيدينا قبل 25 يوم شفتهم غير بعتلنا هالمكتوب علينا غرامة ندفع 18,000 شيكل اللي إيش مش عارفين اليوم رغم إن هدينا برد قارس وشتاء وتلج طلعنا على برا نفتح الباب لهوي كمان ورقة طمّا الزلمة يجيبها مع الشتاء طبعا والمية ممزعة فتحناها اللي هي ورقة أرنونة هون إحنا 13 نفر قاعدين في البيت أنا والحج وأحفادي وكنتي وولاد ابني قاعدين كلنا مع بعضينا البعض كلنا فوق بعضينا البعض اللي بعيط واللي بصوت واللي بده حفاضات واللي بده حليب واللي بده علمك أنت مش غشيمة بيت وهدول إذا حطيت لهم إيش ما حطيت لهم الصغار بقول لك اقلي لنا بيض بدنا بيض بيقدر الولد الصغير يقعد بنضم بيض ما بيقدر زي الولد الثاني اللي برضى عن قنينة أما أنا والختة والكبار بنمشي حالنا إيش مكان بس مش قادرين فيش عندنا مدخول من مرة فيش مدخول وفي عندي اثنين أولادي طلعوا استأجروا مش قادرين يدفعوا أجر للدار وهيهم تركوا دورهم سلمنا الدور لأصحابهم وقاعدين عندي السبب برضه إنهم محبوسين سجن منزلي ما فيش مجال منين نجيب مصاريف هون كيف بنعاني منه السيل هذا هي من باب داري انا بخاف على الصغار وبخاف على الكبار يعني انا احيانا ما اطلع على برا بدوخ من نظرته للسيل بصيب وجع راس من صوته لانه كل الخوف يكون في قلبنا السنه مرقت ابن ابرميله مع مباراه شط الضاحيه منه مات اللي بقى هذا السيل اللي بيمشي من باب داري اتفرجوا صوته اتفرجوا منظره اتفرجوا المنظر هذا وقد ما بناشد وقد ما بنحكي ما حدا حاطط ايده معانا ولا حدا واقف معانا الا غير ربنا الحمد لله